بالنسبة للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بجهة الداخل والذهاب إلى حدود اليوم السبت 18 أبريل تم تسجيل 42 حالة مشتبه بها. من هاد 42 40 حالة تم الاستبعاد ديالها بعد إجراء تحليلات مخبرية سلبية، وحالتين تم التأكد منهما واللي تابعوا الاستشفاء ديالهم بمستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة. اليوم كذلك الحمد لله تم تسجيل أول حالة شفاء من هذه الحالتين واللي تم التأكد ديالها بعد إجراء تحليلتين مخبريتين متتاليتين واللي رجعوا سلبيتين، وهذو هما المعايير اللي تخدم بهم وزارة الصحة في هذا المجال من أجل يعني إعلان الحالة بأنها حالة شفاء. الحالة الأخرى إن شاء الله تنتمنوا لها الشفاء العاجل تاهي إن شاء الله، ما زالت تاخذ مازال متتابعة الحالة ديالها في المستشفى العسكري الرابع مدينة الداخلة. بالنسبة للحالة الوبائية كما قلت بالنسبة على مستوى الجهة هي حالة مستقرة، واللي منذ انطلاق أو منذ بداية هذا الوباء جميع المصالح الصحية والأمنية والسلطات المحلية وجميع المتدخلين كيفما كان درجة تعبئتهم أو درجة تدخلهم كان معبئين لمواجهة هذه الجارحة، واللي الحمد لله السكينة أبانت على تجاوب كبير مع الإجراءات المتخذة على مستوى الجهة، واللي هي نتمنى أنها تواصل أو أنها تزيد تحسن أكثر، خصوصا بعد تمديد مدة الحظر إلى غاية 20 ماي. نطلب من الله أن الحالة الوبائية تبقى مستقرة إلى هذا الحد، ونحن مستعدين إن شاء الله أننا لأي طارئ صحي اللي يقدر يوقع على مستوى الجهة، ولكن تنزيد نطلب من الساكنة المزيد من الحذر، المزيد من اتباع التعليمات، عدم التراخي، حيت من بعد طول هذه المده هذه ومع قدوم ان شاء الله شهر رمضان الابرك اللي نتمنى يدخل عليهم بالصحه والسلامه ان شاء الله، يقدر يكون نوع ديال التراخي شويه. تنحضر السكينه من هذه المساله هذه وتندعيهم للمزيد من الحذر. الدوله ديالتنا وغادي غادي غادي تفوز ان شاء الله على هذا الوباء وسيتم القضاء عليه ان شاء الله، ولكن بشرط، الشرط الوحيد هو التزام السكينة بالإجراءات الصحية والحظر الصحي المتبع. منذ بداية هذه الجارحة ومجموعة من الإجراءات اللي قامت بها وزارة الصحة والسلطات ككل على مستوى جهة الدخل والذهب، الحمد لله للفرق اللي تتكفل بالمرضى المشتبه بهم على مستوى مستشفى الحسن الثاني جاهزة ومتعبئة بصفة دائمة 24 ساعة على 24 ساعة. طاقم طبي وتمريضي وتقني وإداري اللي ساهم بصفة كبيرة أنه يتكفل بهذوك الحالات اللي كانوا مشتبه بهم على مستوى المستشفى الحسن الثاني. أيضا هناك عمل كبير تقوم به الفرق الطبية المتنقلة اللي تتشرف على الكشف أو ما يعرف بالترياج، يعني المصطلح الطبي الترياج أو الكشف والتتبع ديال الحالات المخالطة على مستوى المنازل ديالها ولا على مستوى أماكن العزل ديالها. هاد الفرق هادي حتى هي راه مجند 24 ساعه على 24. تنحب نهنيهم ونطلب منهم مزيد من الصبر ومزيد من 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 التعبئه، لا مدنيين ولا عسكريين، حنا في الخطوط الاماميه لمواجهه هذه الجريحه، ونتمنى من الله اننا ننجحوا في هذه المهمه النبيله اللي موتوا على العاتق ديالنا، ونطلبوا من الساكنة مرة أخرى المزيد من الحذر والمزيد من التعبئة
الفترة ديال الحجر الصحي القادمة من هنا حتى 20 ماي غتكون فترة صعبة على الساكنة، ولكن هو إجراء محتم للحماية، يعني شهر آخر أحسن من أننا نخسروا راسنا ولا نخسروا والدينا ولا نخسروا الاطفال ديالنا. شهر اخر غادي يبقى ذكرى ديال نوع من المعاناه اللي دازت على الساكنه ككل وعلى الشعب وعلى الانسانيه جمعاء ككل، ولكن غادي ننتصروا فيها ان شاء الله على هذا الوباء الخبيث.